الحلال، ولأننا نحيي سنة من سنن الله في الكون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ويقول كذلك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فنبارك لأخينا هذه الخطوة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في هذا الزواج، وأن يكون زواجا مباركا ميمونا وبالسعادة مقرونا. ونقول له إن الزواج مسؤولية، وهذا ما يتهرب منه أكثرنا. عند المسؤولية نتهرب، لأننا لو ذهبنا إلى المحاكم لوجدنا مئات بل آلاف القضايا المتعلقة بالطلاق والفراق. لو كل عرف حده فوقف عنده لما وصلنا إلى هذا التفكك الاجتماعي. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان وزيرا للعدل في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، جلس سنة ونيف، ولم يأته أحد بأي مشكلة. سنة كاملة ما في ولا قضية، لا قضية طلاق ولا قضية خصومة ولا أبدا. فجاء إلى سيدنا أبو بكر، قال: يا أبا بكر، أنا أقدم استقالتي. قال له: علامة؟ قال: وضعتني وزيرا للعدل لأمة كل عرف حده فوقف عنده. يعني الزوج عرف حقوق الزوجة، والزوجة عرفت حقوق زوجها. وهكذا أيها الإخوة الكرام، مطلوب منا أن نكون أصحاب مسؤولية، أن نقف عند حدود الله. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يخطب في الناس ويريد أن يحدد المهور، فقالت له امرأة: إن الله سبحانه وتعالى لم يحددها يا عمر، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر مطلقا. فقال رضي الله عنه: أصابت امرأة وأخطأ عمر رضي الله تعالى عنه. كان وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا مطلوب من أفرادا وجماعات، أن نكون وقافون عند حدود الله حتى تستمر ويستمر هذا العقد المبارك الذي باركه الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيره لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وإذا إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا ولكم بالخير بسر الفاتحة.